You're going to realize it one day. That happiness was never about your job or your degree or being in a relationship. Happiness was never about following in the footsteps of all of those who came before you. It was never about being like the others. One day you're going to see it. That happiness was always about the discovery, the hope, the listening to your heart, and following it wherever it chose to go. Happiness was always about being kinder to yourself. It was always about embracing the person you were becoming. One day you will understand that happiness was always about learning how to live with yourself, that your happiness was never in the hands of others. One day you'll realize that true happiness comes from within, and no external factors can define it. It was always about you. It was always about you. العزلة زينة ترى. يعني أنا حتى قد قلتها قبل، يقول أنت لا تعلم كم كلفني هذا الهدوء. الهدوء هو هدوء مكلف. صح. ما هو بالسهل إنك أنت تجلس بينك وبين نفسك وتجلس تعيد حساباتك. ترى هذا ما يدل إنك أنت نفسي. تدري إني أحياناً أنا أنبسط إني أجلس مع نفسي أكثر من إني أقابل ناس. قاعد مع على أعصابي لأني قاعد أجامله لأني بخلص اسمني جاني أحد. لا قاعد مع نفسك عادي. أحياناً قعدتك مع نفسك تعيد حساباتك، تعيد ترتيبك، حتى الضوضاء تبعد عن الضوضاء. حلوة الضوضاء مرة حلوة. حبيتها. Like I have so many updates. Like I have zef updates هذي يمت. And I'm trying to نبني روتين اللي نقدر نواسي كاملة الصوالح مع بعضهم. And yeah. Alright خليني أوريكم شو هندير. ممكن نقرأ هذا الجزئية تاع الدرس وحنقرأ هذه الجزئية من البارح للبارح I think. قريت هذه الجزئية واليوم قريت هذا تاع اللحن في تلاوة القرآن، فهمتها بيان وديت أهم الأشياء فيها وراني نلخص فيها هنا جو في هذه لابارتي. So yeah and we are all done هنا يا الحمد لله. And look at this mess. Like شكون اللي عقله يقدر يستوعب هاك؟ انا. قبل ما نموت ما تجيت الدنيا وكان طيح ونون طريق طويلة خاص نساهم باش نوصل لالا سافرة ملي تنام من هاد المود خاص نساهم باش نوصل وخدير في ساهي جرمها وخدير في ناسي جرمها جرمها وخدير في ناسي جرمها باقي كندور بالي كنقول لا تزلي يا متولي لي باقي كندور
كنقولها guys imagine what الغاز قطعوه so we decided نشعلوا النار حجت لي موت وليلي باقي كندور في بالي كنقولها دتوز لي موت وليلي باقي كندور في بالي كنقولها دتوز لي موت وليلي يا لا لا لي قال لي انا راح لي الغالي قال لي انا راس بالي مشالي قال لي انا راح لي غالي قال لي انا we are going to school not to school we are going to محضر my singing class طيب ليش ما تقدم؟ أنت ما عندك قدرات ما تقدم أخاف تقولوا أني أحمق طيب كل بدايات الناس بدأت بهذه الطريقة والعناء في الابتداء لولا هذه البدايات الصغيرة لما كبر الإنسان ولذلك لكل منا يوم أول يوم أول في السواقة يتذكر ويضحك بس في ذيك اللحظة هي مسألة حياة وموت يوم أول في البودكاست يوم أول في التعليم يوم أول في الوظيفة يوم أول في الخطوبة يوم كانت مليئة بالارتباك وهذه طبيعية الموديل وريني الموديل عاودي وريني هذه هاي واش كيما راهي